صباح الخير مرة تانية على كل الناس اللي بتشوفنا من خلال نهارك سعيد. ووصلنا لفقرة الصحافة وقراءة سريعة لأهم المنشطات والأخبار في جميع الجرائد. النهاردة هيكون منورنا في الاستوديو الصحفي المتميز بننبسط جدا بيكون موجود معنا الحقيقة عشان يعلق معنا على الأخبار الموجودة معنا، وهو الأستاذ محمد طلعت الهواري سكرتير تحرير بجريدة المصر اليوم. استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ الحمد لله. الدنيا زحمه النهارده وانت جايه شويه؟ زحمه جدا وانا جايه الدنيا كانت واقفه خالص. ممكن مع بعض كده نقرا قراءه سريعه للمنشطات ونرجع نعلق عليها مع بعض؟ تمام يلا. الاخبار الصفحه الاولى، الشورى، الازهر والكاتدرائيه خط احمر. المصري اليوم صفحه اولى، الحداد يشعل نار الاقباط والبابا يتهم الرئاسه بالتقصير. الشروق الصفحه الاولى، الرئيس وعد اشتون بتغيير الحكومه مقابل القرض. الشروق صفحه اولى، الازهر يرفض السكوك والحريه والعداله، راي هيئه كبار العلماء غير ملزم. الاهرام الصفحه الاولى، انتظام حركه القطارات ولجنه لهيكله الاجور بالسكك الحديديه. الاخبار صفحه اولى، التحقيق في واقعه ارتداء مدنيين زي الجيش. الشروق الصفحه الاولى، نادي القضاء يهدد بتدويل ازمته مع السلطه الحاكمه. اما الشروق صفحه اولى، نادي القضاء يهدد بتدويل ازمته مع السلطه الحاكمه. والله بجد برضو طيب يبقى تاني. المصري اليوم، هيبقى قنديل، الحكومه كلفت لجنه لتعديل الدستور. انا قلت الخبر تاني زياده تاكيد طبعا، لا عشان خبر مهم الحقيقه. فعلا صح. فعلا خبر مهم. بس خلينا نبدا باول خبر معانا النهارده في الاخبار والشورى، الازهر والكاتدرائيه خط احمر. عارفه انا اول ما اقرا الكلام ده، اول ما اسمعه على طول بفتكر جدودنا زمان كانوا يقولوا لنا الكلام معلهوش جمرك والكلام ببلاش. وهو ده اللي احنا موجودين فيه للاسف في مصر، الكلام كله مش عليه جمرك والكلام كله ببلاش. وبما ان احنا بنتكلم في كلام وكلام 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 ووعود، فبنتكلم في دولة مش دولة، بنتكلم في شيء أشبه بالعزبة، شيء أشبه بـ يعني مش جاية دولة، يعني دولة مؤسسات فيها قرارات حاسمة وتسير على الجميع، فيها احترام للقانون، فيها احترام لكل الأفراد، كل الأفراد ليهم حقوق وعليهم واجبات. لا لا لا، الكلام ده مش موجود خالص في مصر للأسف. وبالتالي خرج علينا دكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى علشان يقول كلام زي غيره من الكلام الكتير اللي بنسمعه، بيقول ان الازهر والكاتدرائيه خط احمر. لو كان الازهر والكاتدرائيه خط احمر ما كناش شفنا تتابع الاحداث اللي حصلت، ما كناش شفنا اقتحام مشيخة الازهر، ما شفناش شفنا الهتافات اللي كانت بتطالب باقاله شيخ الازهر في واقعه هو ليس له علاقه بها، ما كناش شفنا ازمه الخصوص لما حصلت، واللي هي اصلا سلسله او حلقه من سلسله ازمات تتعلق بالاقباط، وهم مش بنتكلم على حد من دوله تانية، احنا بنتكلم على مصريين. في نفس الوقت ما كانش فيه رادع وما كانش فيه حزم ولا وضوح ولا شفافيه. عذرني انا عايز اسال سؤال، يعني انا هو اين الرئاسه من الموضوع؟ يعني الرئاسه موجوده في الخبر الثاني الحقيقه، والرئاسه اثبتت بجداره انها فاشله تماما في اداره اي ازمه من اي نوع، ولكن هي مش بتدير الازمه، هي الحقيقه بتزود الازمه. اللي حصل ان في الخصوص لما حصلت الواقعه بتاعه الاشتباكات بين مسلمين ومسيحيين على خلفيه ان في شاب قيل انه مسيحي ورسم صليبا معقوفا على معهد ازهري، يعني اولا ايه هي ثقافه الاحتقان اللي موجوده عندنا وايه هي الاسباب بتاعتها؟ الاسباب معروفه وموجوده في تقرير، هذا التقرير تم تسليمه الى رئاسه الجمهوريه من اكثر من 6 أشهر على ما اعتقد، وتم تسليمه أيضا في عهد المجلس العسكري، بيتحدث عن أن هناك مناطق، هذه المناطق مرشحة للانفجار الطائفي لأنها مناطق فقيرة، مستوى الوعي والتعليم فيها ضعيف جدا، وتعاني من بعض المشاكل الطائفية. على سبيل المثال، وكان من ضمنها بالمناسبة الخصوص وعين شمس والمرج وعزبة النخل وهذه المناطق، الصعيد، مش منطقة الصعيد يعني، لا هي موجودة مناطق في داخل قريبة القاهرة، ولكنها على أطراف القاهرة وتعاني من مستوى اجتماعي منخفض ومستوى اقتصادي منخفض ومستوى تعليمي منخفض، وبالتالي الأمور مرشحة لوجود عناصر متشددة. مرشحة معلش مؤخرا بعد الثورة ولا مرشحة لا كانت طول الوقت؟ كانت مرشحة طول الوقت. مثلا منطقة زي مصر الجديدة، منطقة زي الزمالك، دي مناطق فيها نسبة كبيرة جدا من المسيحيين، ولكن مستوى الوعي ومستوى متعيشي. التعليم ومستوى الاقتصاد مرتفع، وبالتالي لا سبيل إلى حدوث مثل هذه الأحداث على الخلفية الطائفية يعني. فإحنا الشورى خرج علينا دكتور أحمد فهمي عشان يقول إن الأزهر خط أحمر والكاتدرائية خط أحمر، بس لما حصل إن في نواب من الوفد ونواب أقباط طلبوا كلمة للتعليق على أحداث الكاتدرائية، واللي هي كانت أصلا يعني على هامش الجلسة بتاعت مجلس الشورى امبارح، دكتور أحمد فهمي رفض.
وطلب العودة مرة أخرى إلى جدول الأعمال. مش كده وبس، الدكتور صفوت عبد الغني رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية الجماعة الإسلامية قال بشكل صريح جدا أن الأقباط هم المسؤولون عن التشدد، وهم اللي بيعملوا أمور متشددة، فبالتالي بيتم الرد عليهم بشكل فيه تشدد، مما استفز أعضاء مجلس الشورى من حزب الوفد ومن الأقباط وقرروا الانسحاب من الجلسة. فيا دكتور أحمد، قبل لما تتحدث عن أن الأزهر والكاتدرائية خط أحمر، اعمل الأول ما يدل على ده جوه المجلس اللي أنت بترأسه الأول. النقطة الثانية، وده اللي بيتعلق بقى بالخبر الثاني على طول، الحداد يشعل نار الأقباط والبابا يتهم الرئاسة بالتقصير. أين الرئاسة؟ أين المؤسسات؟ أين الدولة؟ حصل أن في وقائع حزينة جدا حصلت في الخصوص وأسفرت عن مقتل وإصابة مواطنين مصريين. يكفي احتقان الطائفة، لأن على فكرة أي بلد في الدنيا في أي دولة في العالم ظهرها ممكن يتكسر بسبب الفتنة الطائفية. فتنة طائفية وحتى فتنة عنصرية، يعني احنا شايفين مثلا النازيين الجدد في 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 ألمانيا، وشوف ألمانيا على الرغم من كل الديمقراطية والتقدم وكل الوعي اللي موجود في المجتمع الألماني، لكن خايفين جدا من النازيين الجدد وممارساتهم. إذن احنا في مصر محتاجين تفعيل القانون، ومحتاجين تفعيل المؤسسات. عندنا مؤسسات كتيرة جدا الحقيقة، المؤسسات دي بتتكلم على العدالة الوطنية. الحمد لله الرئيس مرسي قرر تفعيل هذه اللجنة اللي تابعة لمجلس الوزراء. بيت العائلة بيقوم بدور كويس جدا، ولكن في النهاية خالص احنا ما بنبحثش عن أسباب الاحتقان. ليه مواطن قد يرفع السلاح في وجه مواطن آخر؟ ليه مواطن قد يقول أنه هذه الدولة لا تمثله؟ ليه مواطن النهاردة بيلجأ إلى العنف؟ لأنه بالتأكيد بيشعر بالظلم. إذا كانت هذه الدولة ترفع شعار العدل على الجميع، مش هيبقى في احتقان خالص بين أي شخص والآخر، لأن أنا حقوقي محفوظة وأنت حقوقك محفوظة، وبالتالي لا سبيل أبدا أن احنا نتضارب أو نحصل بيننا أي مشاكل او احتقان. ويكون في رادع ويكون في قانون لاي حد ممكن، يعني انا مش عارفه، انا هسال برضو حضرتك السؤال ده، هل انه المفروض ان الدوله او الداخليه تدور على المسؤول عن الفتنه الطائفيه ايا كان هو مين، علشان تحاكمه وتطبق عليه القانون، عشان يكون عبره لاي حد بعد كده ممكن يولع الدنيا؟ اي شخص النهارده بيتحدث بشكل يثير طرف على حساب طرف داخل المجتمع، سواء طرف سياسي أو طرف ديني أو أيا كان خلفيته، يجب أن يتخذ إجراءات معه. ده رقم واحد. التحريض هو اللي موجود، والتحريض احنا شايفينه الحقيقة على كل شاشات الفضائيات، فضائيات دينية، فضائيات سياسية، أيا كان. أنت تعتقد أن الفضائيات ليها دور كبير قوي في الحقن، في الفتنة، أو في زيادة الاحتقان؟ يعني هو ما اقدرش احملها كلها المسؤولية، لأن الأسباب اجتماعية في الأساس، والفضائيات دي بتعكس اللي موجود في الأرض. تمام؟ فاحنا ندور على الأسباب الأول قبل ما ندور على الشخص اللي بينقل الصورة. الجزئية الثانية هو ان في مشاهد امام كاتدرائية العباسية كانت غريبة جدا. الناس اللي كانت بتضرب الكاتدرائية وهم واقفين في وسط الامن المركزي. طب هو الامن المركزي كان بيعمل ايه؟ بينظم المرور مثلا هناك؟ ما دي كلها الحقيقة امور لازم نتكلم فيها، زي لما حصل الحصار بتاع مدينة الانتاج الاعلامي من قبل بعض الاسلاميين. فاتفاجئنا، انا واحد يعني ليا شغل هناك، فاتفاجئت ان الامن المركزي متمركز داخل اسوار مدينة الانتاج الاعلامي. انا لو عرفت ان في واحد جاي يضربني في بيتي، اعتقد ان انا هنزل اقفله في الشارع، مش هقف له جوه البيت ورا الباب، يعني ان انا اسمح له انه يخش يقتحم ويضربني. وبرده من الحاجات الغريبه جدا لما كان في بعض المظاهرات في محيط مكتب الارشاد، وزاره الداخليه كانت بتؤمن مقر مكتب الارشاد على بعد 2 كيلو من عند ميدان النافوره في المقطم. فالحقيقه دي علامات استفهام مهمه جدا، نتمنى السيد اللواء محمد ابراهيم يجاوب عنها ويقول لنا هي مكتب الارشاد ده من مؤسسات الدوله ولا الكنيسه المصريه من مؤسسات الدوله، ولا لقاء سريع ان شاء الله نشوف فيه. الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس لشؤون العلاقات الخارجيه اصدر بيان باللغه الانجليزيه، وقال فيه ان المشيعين الاقباط كسروا العربيات مما استفز المواطنين وحصلت الاشتباكات، وبالتالي حمل الاقباط مسؤوليه احداث الكاتدرائيه. يعني أبلغ رد الحقيقة هو اللي قاله البابا توادروس الثاني، قال إن في تقصير واضح جدا من الرئاسة ومن الداخلية ومن الأمن، إن الرئيس مرسي وعد ولم يوفي، ووعد باتخاذ إجراءات ولم يتخذ إجراءات، ونحن في حاجة إلى إجراءات حاسمة، وقال إن صورة مصر أمام الرأي العام العالمي أصبحت في التراب، وقال إن أول شخص رفع سماعة التليفون للاطمئنان على الكنيسة ورعاياها كان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. ده يوضح
قد ايه المؤسسات الضاربه في عمق التاريخ المصري مؤسسات واعيه ومؤسسات محترمه، باقي ان المؤسسات اللي مش ضاربه في التاريخ انها تعرف كيف تدار الدول وتثبت انها تستطيع ولو لمره واحده ان تدير ازمه كما يجب ان يكون. طول الوقت بنتكلم عن اداره الازمات، اداره الازمات، واحنا اساسا ما عندناش حكومه اداره ازمات. يعني مهم الشرو صفحه اولى، الرئيس وعد اشتون بتغيير الحكومه مقابل القرض. ده كلام على لسان مصادر دبلوماسيه ان الرئيس في لقائه مع كاثرين اشتون ممثله الاتحاد الاوروبي وشؤون الخارجيه في الاتحاد الاوروبي، ان هو كان بيتكلم معاها ان احنا ممكن نغير الحكومه بس دعمونا في القرض. القرض ده طبعا احنا عمالين بقالنا فتره عايزين القرض، عايزين القرض، القرض 4.8 مليار دولار. بعدين من 3 ايام خرج الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وقال احنا عندنا فجوه تمويليه 20 مليار دولار، فهنطالب صندوق النقد الدولي ان هو يزود لنا القرض، مش لما نبقى نعرف الاول ناخد القرض علشان تزود. أيوة القرض نبقى نتكلم ده رقم واحد زيادة. رقم اثنين، الولايات المتحده الامريكيه وعدت مصر بمساعدات ماليه ولكنها تراجعت، لسه في مناقشات حوالين المساعدات دي. الاتحاد الاوروبي وعد مصر بمساعدات ماليه ولكنه تراجع ولسه في مناقشات وربط بين المساعدات وبين اوضاع حقوق الانسان والمراه في مصر. سويسرا كانت بتتكلم انها هترجع لنا الاموال المنهوبه وانها جمدت ارصده لنظام مبارك، تراجعت. اسبانيا كانت بتتحدث عن تسليم حسين سالم ونجليه وبتتحدث عن اعاده اموال منهوبه وتراجعت. مش ملاحظ ان كل حاجه فيها فايده لمصر بتنام؟ كله بيرجع، كله بيرجع، حتى الدول الخليجيه. هل ده لعدم المتابعه ولا ده ايه، ولا عدم الاهتمام بالموضوع؟ لا يعني انا لما الاقي ان الاوضاع يعني خلينا نقول ان مثلا في سوبر ماركت تحت البيت والسوبر ماركت ده فيه خناقه قدامه، انا هنزل اشتري منه حاجه ولا هستنى شويه؟ فهي الفكره كلها ان الاوضاع في مصر اوضاع غير مستقره، فاي جهه منحه من اي نوع هو مش شايف حد يقدر يكلمه، مش شايف حد، ومفيش مجلس نواب ومجلس الشورى فيه كلام كتير قوي عليه، هو اصلا شرعي ولا مش شرعي، هو انتخابه كان صح ولا لا، يعني في جدل كبير جدا في البلد. فالوضع الضبابي ده ما يسمحش لحد ان هو ياخد اي خطوه للامام داخل هذا البلد. تعال نروح البلد اللي بتخرج المستثمرين بتوعها، البلد اللي بتضايق المستثمرين بتوعها. فاذا كان بتضايق اولاد بلدك، انا الغريب هاجي اعمل حاجه في البلد؟ تغيير الحكومه مقابل القرض طبعا شيء غريب جدا. وبعدين هو احنا دلوقتي ربطنا تغيير الحكومه بالقرض؟ يعني هي المساله مساله القرض؟ المساله مش مساله فشل سياسي، المساله مش مساله فشل في الخدمات، المساله مش صفر كبير جدا، بس لا مش صفر، ده تحت الصفر بالسالب كمان. في كل الازمات اللي مرينا بيها كل دي امور تقول لنا ان احنا ناخد قرار واحنا مغمضين باقاله هذه الحكومه واختيار حكومه جديده. دلوقتي بس ربطنا الحكومه بالقرض. النقطه الثانيه الحقيقه، وده كان من الحاجات الغريبه اللي انا قريتها في الخبر بتاع الشروق، ان في اثنين مرشحين بقوه لتولي هذه الحكومه الجديده التي قد تاتي او قد لا تاتي، دكتور كمال الجنزوري والدكتور فاروق العقده. دكتور كمال الجنزوري ثالث مره بنجيب كمال الجنزوري. كمال الجنزوري ده يعني هو اكتر واحد في مصر، يا مصر خلاص ما عادش فيها ناس. هو الدكتور كمال الجنزوري طبعا شخصيه محترمه، انا لا اقصد الاساءه الى شخصه، ولكن تاني يعني هو احنا بنشيل حد علشان نجيبه تاني؟ دكتور فاروق العقده. يعني الحقيقه في ضبابيه كبيره جدا، اما ان تستطيع اداره دوله واما ان تعلن انك لا تستطيع وتطلب المعونه وتطلب المشوره من ابناء وطنك، لا ان نتقاتل في الشوارع على كراسي زائله. يا ريت. الشروق، الازهر يرفض الصكوك والحريه والعداله، راي هيئه كبار العلماء غير ملزم. مشروع الصكوك من المشروعات اللي حواليها جدل كبير جدا، هو الهدف منها ان احنا هنقطع مصر ونبيعها، هنقطع يعني الهيئات والمرافق الرئيسيه والحيويه اللي في مصر. السماح بدخول رؤوس اموال اجنبيه لشراء مثل هذه الصكوك الحقيقه اثار علامات استفهام كثيره جدا. في نفس الوقت ان كان في استعجال شويه ولم يتم اخذ راي الازهر، ثم تم اخذ راي الازهر والازهر رفض المشروع مجددا، خصوصا ان في هيئه شرعيه هي اللي هتقيم مسألة الصكوك دي، هيكلفها أو اللي هيقوم بتشكيلها وزير المالية. فإيه علاقة هيئة شرعية بوزير المالية؟ ده من علامات الاستفهام المهمة جدا. ولكن بعد ما الأزهر رفض مجددا لمشروع قانون الصكوك، خرج علينا الدكتور محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة علشان يقول لنا إن والله أصل الرأي بتاع الهيئة غير ملزم. في إصرار إن احنا كل ما هو قد يكون التفاف على القانون والتفاف على الشرعية، هناك إسراع بالاتجاه ليه. مشروع قانون الصكوك تم إقراره دون عرضه على
هيئة كبار العلماء، ولما اتعرض اتقال والله اصل رأيها مش ملزم. القانون بتاع مجلس النواب اتعرض على المحكمة الدستورية وطلب التعديلات، ولما اتعملت التعديلات او ما اتعملتش التعديلات ما رجعش تاني للمحكمة الدستورية، وبالتالي هو مرشح للطعن عليه ومرشح ان مجلس النواب اللي جاي ده هيبقى فيه أزمة في مدى شرعيته ومدى دستوريته. ليه الإصرار على ان احنا نخالف القانون ونخالف الدستور؟ مرة تانية اعتقد ان احنا بنعاني من حالة كبيرة جدا في الانفصام من الشخصية. عندما لا يكون احنا عندنا هناك حالة ارتباك شديد جدا، ودي ملحوظة جدا في لا هو لو ارتباك هقول ان الموضوع كبير وان الموضوع غريب، لكن لا انا عارف كويس انا بعمل ايه. انا بتعمد ان انا اعمل شيء لما بيكون في شيء هو من مصلحتي انه يتم بالقانون بعمله بالقانون. فلما بعمله بالقانون فاقول لهم اصل احنا في دولة قانون ودولة مؤسسات. لما يكون في مصلحتي شيء لازم اعمله بالمخالفة للقانون بعمله بالمخالفة للقانون وبقول اصل احنا في ثورة. فهذا الانفصام والارتباك الشديد برضو يجب ان ينتهي. احنا بنقول ان احنا دولة مؤسسات. على فكرة من ساعة من وقتها من اول الفقرة في لسة حاجات على فكرة. عمالين نتكلم في وعمالين نتكلم في ادارة الازمات ونتكلم في دولة القانون ودولة المؤسسات. بس طب انا عايزاك تختار معايا خبر من الاخبار اللي جايه، لانه تقريبا فاضل 5 دقائق 4 دقائق حاجه زي كده، فاختار معايا خبر احنا ممكن يعني سريعا نقول الاربعه. طب يلا. انتظام حركه القطارات ولجنه لهيكله الاجور بالسكه الحديديه كان في اضراب لسائقي القطارات، كان ليهم بعض الطلبات بالحوافز. تم الضغط عليهم وتهديدهم بانهم سوف يتم تحويلهم الى محاكم عسكريه كما قال مصادر يعني، وفي النهايه خالص تم فك هذا الاضراب. ما يعنيني هو ليس التهديد بفك الإضراب ولكن علاج أسباب الإضراب، لأن أسباب الإضراب ستظل قائمة وسوف تحدث مرة أخرى أو مرات كثيرة. التحقيق في وقعة ارتداء مدنيين زي الجيش أصبح شيء غريب جدا في الفترة الأخيرة. نسمع عن العثور على أقمشة لزي عسكري، العثور على مش عارف ترزي في منطقة كان بيعمل يعني حاجات غريبة جدا الحقيقة. فأنا قلت قبل كده أن لو كنا احنا خدنا إجراءات رادعة من الأصل ما كانش ده حصل. فجيدا ان احنا ابتدينا ناخد اجراءات في هذا الامر. الغريب ان كان مجموعه من الشباب التابعين لحركه تسمى حركه احرار، وهي حركه لها بعض الخلفيات الاسلاميه، اتصوروا صوره على الانترنت وهم لابسين الزي الجديد بتاع الجيش، فده طبعا يثير علامات استفهام كثيره جدا، ولكن المهم ان يتم عرض نتائج هذا التحقيق على الراي العام للوقوف على حقيقه هذا الامر. مزبوط. نادي القضاه بيهدد بتدويل ازمته مع السلطه الحاكمه. السيد محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين قال في تصريحات لجريدة الجريدة الكويتية، وهي تصريحات مسجلة والجريدة كمان نشرتها، قال إن قريب جدا هيبقى في يعني هنطهر القضاء من 3500 قاضي. ده استفز القضاء ويستفز أي مواطن طبيعي على أرض هذا البلد. بأي صفة تحدث السيد مهدي عاكف؟ ولماذا هذا الحديث؟ هل هذا الحديث يدور في أروقة الرئاسة وهو شخص مقرب من الرئاسة؟ لأن احنا مش عارفين الحقيقة في تداخل في الاختصاصات، كل الناس بتتكلم باسم الرئاسة وخصوصا من جماعة الإخوان المسلمين. القضاء بيهددوا باتخاذ إجراءاتهم وبالفعل تقدموا ببلاغ ضده، ولكن بيهددوا بتدويل هذه الأزمة مع السلطة الحاكمة اللي داخلة في صراعات سواء مع القضاء أو مع مؤسسة العسكرية أو مع غيرها من المؤسسات الدستورية والقانونية في مصر. قنديل سريعا، الحكومة كلفت لجنة لتعديل الدستور أخيرا في كلمة واحدة. السيد الدكتور هشام قنديل أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، لأن مش من حقه أصلا أنه يعمل حاجة زي كده، والمفروض أن ده شيء يخرج من مجلس النواب اللي هو لسه ما انتخبناهوش أصلا، ويدعو له رئيس الجمهورية في وجود مجلس النواب. وبالتالي كنت أتمنى أن الكلام ده يحصل عن طريق الرئاسة أو يخرج من الحوار المجتمعي أو الحوار اللي كان بيدور في الرئاسة اللي هو بقاله أكتر من 4 أو 5 أو 6 شهور. احنا شايفين البلد ماشية في طريق ظلامي جدا بعد إقرار الدستور، كان يجب في وقتها أن يتم الالتفات إلى هذا الأمر وليس الآن. أستاذ محمد أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة وتعليقك السريع على المنشطات الموجودة معنا النهاردة في نهارك سعيد، وشكرا على قبولك استضافتنا دايما في نهارك. شكرا جدا. ميرسي جدا. مشاهدينا كان معنا الأستاذ الصحفي أستاذ محمد طلعت الهواري سكرتير تحرير بجريدة المصري اليوم. سيبكم مع فاصل بريك صغير جدا، نرجع مرة تانية لسه مكملين مع بعض في نهارك سعيد، معنا فقرات كتير جدا مهمة قوي النهاردة، خليكم معنا.